العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استسمحوا من سيدي الشيخ أن ألقي هذه الكلمة بين يديه، وكيف لي أن أتكلم بين أيديكم وأنتم الملمون بكل العلوم، أنتم الذين تمدوننا بعلم الباطن، تمدوننا بتهذيب النفس وتربيتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، لقد شرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمنهم أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكره الدباء، الدباء هي القرعة، فيقول من بعد: لا زلت أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكبرها في الصحيح. ومن هذه من هؤلاء الصحابة الأجلاء هناك ثوبان، هذا ثوبان، هذا الصحابي الجليل كان يجلس جلسة مع رسول الله، جلسة علم أو ذكر، فينسحب فيذهب إلى بيته، ثم سرعان ما يرجع إلى رسول الله، يقول له رسول الله: ما لك يا ثوبان؟ يقول: اشتقت إليك يا رسول الله. فمع مرور الأيام يقول سيدنا ثوبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس هذا مقصدي ولا مبتغاي، ولكن هذه الدنيا كلما اشتقت إليك جئت لأراك وأجلس معك، ولكن في الآخرة أنت تكون في مقام عالي في الفردوس الأعلى، فكيف لي أن أكون معك؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن حسن الخلق تكن معي في الجنة. فهناك سؤال يطرح في هذه القضية، وهو أنه هذا ثوبان كيف كان خلقه إذا كان يذهب إلى منزله فسرعان ما يرجع اشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن الخلق دياله كانت رفيعة وكاملة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ستكون معي إن كنت متخلقا، يعني أنه كأنه طبع له لأنه من أصحاب الجنة. ولكن هذا ثوبان لم يكتفي بذلك، وإنما أراد المزيد، فقال: يا رسول الله، إذا كنت أحسن الخلق وأكثرت من الصلاة عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت حسن الخلق وأكثرت من الصلاة علي حملتك بكفي هذا ودخلت بك الجنة. إذا انطلاقا من هذه الرواية نستنبط هناك الثمرة التي هي الجنة، وهناك الذكر الذي يتجلى في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك حسن الخلق، وهناك المحبة. فالثمرة التي هي الجنة، وإن نطمع نحن في أكثر من ذلك في رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، لأن كما قالت للا رابع العدوية: إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فأحرمني منها، وإن كنت أعبدك
خوفا من نارك فأحرقني بها، ولكني أعبدك لأنك أنت الله. ثم هنالك حسن الخلق، ومن أسماء حسن الخلق التي نتعلمها مع سيدنا الشيخ هي احتقار النفس وتعظيم جميع المخلوقات. وهناك الصلاة على رسول الله وهي ذكر، وهذه من ضمن الورد الذي يسميه شيخنا الود، وهو المحبة، وتتجلى في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية، هذه الصلاة على رسول الله تجلب لنا محبة رسولنا لنا إن صلنا عليه. ثم هناك المحبة، والمحبة تحفة إلهية ليس فيها اختيار، فلا يصح وجودها بعد بروزها إلا من جانب الغيب. فساداتنا الصوفية، ولا سيما طريقتنا هذه طريقة الفوزوية الكركبية، تستمد الآداب والأصول من العلاقة بين الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون فيما في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن القصص الرابعة في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام. إذ لما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: هنالك من هو أعلم منك، ذهب ليفتش عن هذا الشيخ الخضر عليه السلام ليتعلم منه ويستفيد من حكمته. من هنا يأخذ ساداتنا الصوفية أن الواجب على كل امرئ أو مريد كيفما كانت مكانته، ولو كان شيخا وعنده أتباع وسمع بأحد أحسن منه علما وأحسن منه تربية وتهذيبا للنفوس، لانطلق إليه ليأخذ من علومه وتربيته. والحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى لأن نكون مع هذا الشيخ. لقد وجدنا شيخنا من قبل أن نبحث عليه، لأن وفقنا الله سبحانه وتعالى بأن نلتقي معه ليهذبنا ويربينا ما دمنا نرغب في أن نجد الشيخ المربي الكامل. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتبع من أناب إلي. ويقول أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا وجدنا هذا الشيخ الصادق لأنه وعدنا بكثير من الأشياء، منها الأنوار، منها التربية، منها كثير من الأشياء ستأتي فيما سنصله إن شاء الله، ففعلا وجدنا ذلك عنده. لهذا يقول إخواننا الصوفية: إذا وجدت الشيخ فصاحبته ووجدت أن حالك تغير، أنك من حسن إلى أحسن، وأنك في تهذيب النفس وتربيتها، وأنك تجد علما ومعرفة معه، فعض عليه بالنواجد، وإلا فعليك بالفرار ولو اضطررت إلى الخروج من تلك البلدة. لهذا كما في علمكم أن هذا العبد الضعيف هو من الزاوية الهبرية، يعني حفيد سيدي محمد الحاج الهبري. وكلما جاء عيد المولد النبوي إلا وتوجهوا إلى سيدي الشيخ بلية تجديد البدعة، وفي بلدي هناك في وجدة أجد من يقول لي: لماذا تترك زاويتك وتذهب إلى هذه الزاوية؟
في ممشي بحال بحال كاين الذكر ديالي، ولكن اقول لهم قصة سيدنا موسى، سأكررها. سيدنا موسى مع الخضر، لما هذا سيدنا موسى رسول ونبي وأولو العزم، فلما سمع بأن هناك من هو أحسن منه ذهب إليه، فكيف بي أنا هذا العبد الضعيف، هذا السطل الخاوي الفارغ، يجد شيخه الذي يملأه بالأنوار والأسرار ويصفيه من الأغيار والأقدار، ويجلس في زاوية أخرى لا يجد فيها ما ينفعه بتاتا، ولكن ربما لو جلست هناك لكنت من أولئك الذين يقال فيهم هو معنا ما هو معنا. جبت بك انتنا يا بابا، اسمح على هذا الرجل سيدي، لكن جاءت السيارة كان لا إله إلا الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يحبهم ويحبونه. ويقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية: يحبهم أي يوفقهم لطاعته واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله إن هذه المحبة محبة شيخنا لنا، فلقد أحبنا قبل أن نحبه. كيف ذلك؟ إذا كان كيف أننا نسبق إلى محبته وهو الذي يعلمنا ويرشدنا إلى محبة الآخرين وإلى محبة الكل؟ ما يمكنش نحبه لأنه هو يربينا على تربية الآخر، بل أكثر من ذلك إلى تعظيم الآخر باحتقار النفس طبعا. وإذا احتقرنا النفس فإذا نحن نجاهدها من أجل الفرار من الكبر والأنانية وحب النفس. فقبلنا هذا الشيخ رضي الله عنه، قبلنا بمعاصينا بذنوبنا وبكل ما هو ظلمة لجية، فجئنا بايعناه بصدق النية، فأمدنا بنور الحق بنور المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ الذي يقبل كل مذنب كل سكير، لا 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 يترك أحدا، فيقبل على الكل لأنه عنده فكر الهداية، فكر الإصلاح، لا فكر التهميش. فنحن تعلمنا منه هذا، ونحاول على أن نحب الكل وعلى أن نعظم الكل، لأنه أرانا في أنوار الحبيب المصطفى كل عندما نغوص أن العظمة تتجلى في جميع المخلوقات، فعظمة الله تتجلى في كل مخلوق. ومن تلك المسائل التي شاهدناها، أقول شاهدناها لا رأيناها، لأن المشاهدة هي أنك تكون قائم لا نادم وتذكر الإسم أو آيات الركائب، وهذه الآيات التي تسمى آيات الركائب والحم هي في إطار ذكر الإسم، يأتيك هاتف أو تتجلى لك آيات يرشدك الشيخ إلى أنها ذكر تتداوله في كل يوم، فترفعك إلى برزخ الملكوت لتتلقى من شيخك العلوم الجنان. فسيدي الشيخ لما بايعناه أعطانا النور، هذا النور الذي هو نور الحق، والذي يقول فيه الحق سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ولقد يا أحبابي لقد حققت فعلا
هذه الآية حققتها مشاهدة، فلقد رأيت، لا سمح لي الشيخ، نقولها، لقد رأيت أولا المشكات، ثم بعد المشكات رأيت المصباح، ثم بعد المصباح رأيت البدر يعني القمر، وبعده الشمس، ثم رأيت بعد ذلك الشجرة المباركة، وأنا جالس في مجلس من مجالس الوجدة أحملها بين يدي في صورة صينية كيسان دايرين والقرعة في الوسط، ولكنها كلها نور، وحملتها بيدي ثم توجهت نحو المحراب. ففي الطريق ديالي وأنا توجه نحو المحراب تلك الكؤوس وتلك الشجرة وتلك القنينة تتحول إلى فروع حتى أصبحت شجرة نورانية كأنها تشتعل مثل تلك الشجرة التي فوق سيدي الشيخ. هذا دليل على تحقيق هذه الآية. ثم من هذا النور حققنا به الشهادتين التي هي أول ركن الإسلام، فكنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللسان، إلا أن اليوم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وليس كمثله شيء، ونحن نقولها قولا ونشاهدها بأعيننا إذ نرى نور الحق سبحانه وتعالى، كما أننا نقول أشهد أن محمد رسول الله ونحن نشهد فعلا نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه النور، هذا النور الذي يمدنا به شيخنا ينفخه فينا، هو يكون كصفة بدرة صغيرة، ولكنها مع العمل والاجتهاد والصبر تكبر وتنمو. هذا دليل على أن هذا النور هو نور الإيمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان نور يقذف الله في قلب عبده المؤمن يزيد وينقص بالعمل الصالح. كما أن هذا النور هو نور العلم، إذ أننا كلما ذكرنا الاسم أو آية الركائب نلتقي بشيخنا في الملكوت ليعلمنا علم الجنان. الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم بها الله علينا، كما أن الله سبحانه وتعالى تولانا بولايته باسمه اسم الولي، فأخرجنا من الظلمات إلى النور، إذ يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فمحبة شيخنا في بداية الأمر ديال المبايعة ديالي، كان شيخي وأنا نائم في منزلي يقف علي في البيت، حتى أنني وأنا كنفيق هذيك اللحظة كنفيق، ثم كنشوف الشيخ رضي الله عنه واقف قدامي ويقول لي نوض. ففي ديك الوقيته كنا عاد مازال عاد جداد وعاد كسالى، كيكون البرد وداك الشيء، كنقول معليش غادي نزيد شويه نغطي راسي ونولي الناس شويه عاد نوض. فينهضني بالقوه يقول لي قم 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 تتطهر. وفعلا الا قلنا طهاره طهاره، فهذه الطهاره شفناها في مسائل اخرى. هاد المشاهدات اللي راني نقولها لكم ماشي على اساس انني باش نبين لكم بلي انني وصلت ولا، وانما هادشي ماشي ديالي كاع، هادشي ديال سيدي الشيخ، انا ما عندي فيه والو، كله عطاء ومن منه. هاد الشيخ هذا اللي كنت هو يعلمنا كيف نموت، من دخلك الخلوه تعيش حياه الموت في الخلوه وتعيش حياة القبر في الخلوة. هذا الشيخ هذا لما مشيت ندير واحد العملية عافانا الله وإياكم من المرض والأمراض، فمن دخلت قاعة العمليات في إطار الأطباء يقومون بالعمل ديالهم،
يكتفوا اليدين بدا كتشوف الانسان بلي انه صافي راه بين يديه شي ناس ما عرفوش يرجعوا له. فدخلت بذكر اسم الجلاله، اسم الذات الله، فبقيت نذكر الله 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 حتى غدت. وبقيت فعلى ذلك كما قالوا الاطباء الفنيين على ذلك الذكر، انا في العمليه وغايب وانا كنذكر الله 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 حتى فقت وانا على تلك الحال. ولكن في المشاهده اللي شهدتها وانا داخل العمليه هو ان كنشوف راسي وكانني في قبري ولكن فايق، وهذاك القبر كله نور في وسط نور، يعني النور كله ضاير بي، فليس هذا بنعمه. فتمنيت وكلما اتذكرها اتمنى ان يكون المقام ديالي الاخير كما شفتوا في هذه المشاهده، فانها في حقيقه موت لا ليس مثلها شيء. فسيدي الشيخ دخلنا الخلوه، هذه الخلوه اللي الانسان ينفرد بها غير هو والحق سبحانه وتعالى، يذكر فيها الاسم فيرى فيها ما يرى، كما قال الشاعر: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، فترى فيها ما ترى، وفي التالي الكل يمحق، حتى تمحق حتى ما بقيتش لا وجود لي. فعرفت بأني عدم محض لا وجود لي، فالوجود لله الواحد الأحد فقط. هذا النور، هذا الامتلاء بهذا النور دلالة أن الشيخ رضي الله عنه يغسل القلوب، بل يحيي القلوب بهذا النور حتى تمتلئ، فإذا امتلأت تصير بيتا للحق سبحانه وتعالى. إذ يقول في الحديث القدسي: لا تسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبد المؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم افتح لنا بصائر علمك، اللهم نورنا بنورك ونور الحبيب المصطفى، اللهم زدنا منه ولا تنقصنا يا رب يا ذا الجلال والاكرام. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم جاز شيخنا احسن الجزاء. والله يا اخوتي الخان نشكرك كما شكرنا، لا يمكن ان نؤدي له الجزاء اللي يستحق، لا يمكن ابدا. فهو كريم بن كريم، اكرمنا بجميع المسائل، بالنور بالعلم بالتهذيب النفس، واخا حنا مازال موسخين، مازال ما وصلناش للدرجه ديال النقاء والنظافه، ولكن نحن في اطار ذلك. وعندي اليقين انني ساصل ان شاء الله بعون الله وبفضل شيخي، لان نعرف باللي هذا الشيء اللي عنده هو فعلا صابون يغسل كل شيء. اللهم نقنا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شيخنا، بارك في ذريته، بارك في اهله، اللهم بارك له في والده، اللهم ارضع للوالد ديالو، اللهم يا رب اجعلنا متحابين في الله، اللهم اجعلنا متحابين في الله، اللهم اعنا على ذكرك، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة شيخنا، اللهم تغمدنا برضا شيخنا، اللهم أعنا على طاعته، اللهم أعنا على طاعته، اللهم أعنا على طاعته، اللهم اجعل الفقراء في هذا الجمع، كل واحد اللي عنده شيء غرض اللهم اقضيه له، اللهم عجل له بقضائه، اللهم يا رب يا رب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم احيي قلوبنا، اللهم يا رب احيي قلوبنا كما يحيي سيدي الشيخ لما يضع يده على الطاولة تصبح نورا يتحرك ويتلألأ، وكلما حط يده على وسادة أو على الطاولة، هذه مشاهدة من مشاهدة الإخوة، فيحييها فتصبح تتلألأ وتسبح الحمد لله الله الله الله. استمع سيدي الشيخ واختم سيدي الشيخ.